ايه سداح حقك انت قديم. سداح اي السلام عليكم، اليوم جبت لكم حلقة جديدة من ارك. شكرا لكم على الدعم في الحلقة اللي راحت، وهالحلقة بتكون فيها اشياء كثير. دائما اقول هذا الشيء، ما اسوي الا كم شيء، يعني ما اسوي الاشياء اللي كنت مفكر اني بسويها كلها في الحلقة، لان ارك صراحة تاخذ وقت طويل عشان تصور. الحلقة اللي راحت جبت العيد، شكرا لكم انكم تفهمتوا انه عادي، يعني شيء عادي انك تجيب عيد. لكن الحلقة هذه بس والله ذا جامد، كل شوي يقطع كلامي، شيء اشوف حيوان جديد، شيء زي كذا، مو حيوان جديد يعني، حيوان ودي اجيب عندي عشان الحروب، ما حروب. المهم اني بروح لخلية النحل هذيك، بجمع منها عسل وبسوي ناني هذه، راح نسوي اللي هو البيت الجديد. ما ادري ايش باخذ بيت، ما ادري ايش بسوي، لكن اللي راحت سويت اني روضت الجيجا، لكن مو بالجيجا اللي زي اللي اعطاني احمد، روضت جيجا من نوع ثاني. فاللي اعطاني احمد كان اكبر حجم بكثير، فيبغى لي ادور واحد اكبر حجم بكثير. وش ذا المكان هذا؟ مصمم صح؟ اي حق ياسر. انا احس ان الجيجا نفس اللي اعطاني اياه احمد مره صعب اني اجيبه. للاسف اني جايب الريكس هنا، لو تلاحظون هنا الريكس اعلى ليفل واحد من اللي عندي، لكن المشكله ان ما عندي الصدر حقها. لو تلاحظون هنا الليفل حقي اللي هو 70 مثل ما تشوفون، فيبغى لي اوصل 74 عشان يمديني اجمع او اخذ الريفلكس. بعد شوي بيجي بيعطيني الصدر حق الريكس عشان استخدمه واروح مكان خلية النحل واجمع عسل واخلص من ذي الشغلة واسوي ناني. هذه حقت اللي تربي الصغار، اتوقع اغلب الكومنتات قالوا كذا. طبعا انا جاي عشان اخذ شو يسمونه السدل من ريفلكس زي ما قلت لكم. فريفلكس قال حياك الله وضيفنا بالقهوة وذا الاشياء، ما قصر صراحة. في البيت، في القصر، في القصر فشلتنا فشلتنا. ايش تبي؟ ايش كنت تبي؟ سدل. اول شيء بصنع ده. طبعا وريت ريفلكس سلاحه اللي اعطاني اياه هديه، قلت ان الدربلتي حقته ما ادري ايش زي كذا، ان هل يكفي؟ قال بطور لك جيب، فقاعد يضبطني كذا. ولا واحد يطيب واحد. بدي ايش دعوه، ايش دعوه اللي يجي بيتنا ما نعطيه واحد. كيف والله امسك هذا بعد يساعد في هذا. وش هذا؟ اوه والله اني كنت بسويه ذا. اصبر اصبر، خلني احطه هنا ذا، والمسدس نحطه هنا. اوف 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 اوف، هلا بي. خلاص ما يحتاج اني اشيل ذولي صح؟ ايه خلاص، الكور خلها كذا مجمعه معك وعادي. طيب كيف الحين؟ اضغط عليك اليسار؟ لا كليك، ايه كليك يسار على طول وياخذ الديناصور حقك، يطلق كوره كذا تقرب للبيت. ها دقيقه، ابغى اطفي الرشاشه ذا. اطلع برا يعني؟ الرشاشات اللي فوق. لا لا لا، بدخلك البيت. ها بس وقف مو بالحين، دقيقه. يا ساتر، اول ما يدخل احد بوف كذا رش. ايه لا تقرب، لا تقرب على طول. تعال شوف شوف يسوي نفوره. ايه هذا يجي تفز من شيء. تعال الله يطلع، حياك الله حياك الله، اطلع اطلع. شوف نور البيت، شوف نور البيت. ايش فيك انت؟ وزنك زايد، نزل اغراض ما تحتاجها. لا اكرشي من البيت هزين، كان ما ودك تدخلني. اه يعني عشان تمشي بسرعه. والله معطيني انت الارمرات، الله يعطيك العافيه. اوكي اجل نمر بيتك بعد شوي، تحطها هناك. يب يب. ومعي رشاشك. اه هذا امسك. دينا نرفعه، نشوف نجرب. عندنا الموارد اتوقع. اوه حط باسورد. اوه جاد. ايش تسوي؟ سحر بحر؟ سحر بحر. وش فايده الضفادع ذي؟ الضفادع بس عشان حاطة حماية، حماية بس، وتنوم هي في نفس الوقت. او تدوخ اللي يهجم يعني؟ ياب. والله قاعد تشوف بيتك واشوف بيتي، اتذكر بيتي. اللي ما في الا سميثي والمورتر بتسمون مالك. جل عادي يمديك. من ناحية ابجريد بس بسوي لك الحين في الدمج وبسوي لك في الدربيلتي. كل تطويرة لها شيء، فهمت؟ يعني اذا طورت تطويرة يمديك تزود الدمج لين حد معين، بعدين لازم تطورها مرة ثانية عشان تقدر تزود الدمج، فهمت؟ شوف بسم الله هلابي. مرة اوه جاء ذا. بسم الله بسم الله. كم قوة العب؟ كان قبل الدربلتي كان 300، الحين 640 ويبن دمج 700% دبل اللي كان. عطني عطني خليني بسوي له ريبير. ما صلحة. مو مدمج كثير ترى. شوف الربع مرة واحدة. الله بكيفك الله بك. سوي هنا هو يعني ناقص منا 200. اوف كثيري. ليش حاطه فوق ذا؟ مره ذبيتها وانا جوا مره. اوكي الحين سلاح جديد. يلق كله يلق. كله جديد كله جديد. يلا يلا مشينا مشينا مشينا.
أحا تسكر بابك. حبستك لعبت عليك. يلا زرفني ما في شيء. أخي حساف الله يقلع مات الزباء. حساب بوف الله يقلع مات. ايش ايه والله عنيف ذا. واستخدم السول حقي سرقن والله ضبطني ريفليكس صراحة. معك طلقات كثيرة للترويض ولا؟ 229. اوه زين زين يلا يلا مشينا. ايه حقك انت قديم. جالس ينطق بسرعة خذها. ايه وش ذا والله سبرايز اقوى شيء. ومخلفهم ناسيهم انت. والله العظيم من قبل ضيقه صدر اللي صار ذاك اليوم. بيتردون راح، جريفن راح، ترويض غاصف المويه واختفوا. ايه يا ليل مطروح ضايق صدري ذاك اليوم. بغيت ما انزل مقطع بس ما ادري شلون نزلته. مضيع كل الحيوانات. والله العظيم حالتي حاله. انزل بيتك. هنا بيتك هذا. اي هذا شوف مره كبير. الله حياك الله حياك الله. اصبر خلني اسوي لهم هذا. حط السدلات حقتك. خلني اسوي بسف لهم. ايه يا سلام بيخوفني يا اوكي. هذا الاول الثاني الثالث. طالما والله بيتك حلو يا له. بيتك حلو ما في مكان ما في شيء. تسلك انت بس ليك اقوى من كذا. حلو بسيط حلو بسيط حلو تلقيه حلو حلو حلو. عندي بس قليل ما ادري ايش. فهذا اللي اقول لك بدور الفيميل حقه بس ما لقيت. يلا على طريقنا اذا لقينا روضنا. الديناصورات خلها معك الانفنتوري ما تثقل عليك ترى ولا شيء. حتى الركسات اذا كانت راكبه السدل عليهم ما تثقل عليك بعد ترى تدري. وليه اجي خلني احط عليه سد من الحين. طلع كل ديناصوراتك خلها معك احسن كنزلتك صح؟ يب. هذا الفخ انت هذا فخي جاهز. اي اوه اوكي حلو. خليك هنا بروح اسحب واحد. خليك عند الفخ. يلا انا بشجع. ها يلا. ايه ارى ثله. جينا جريفن. ليفل 100 انت وراي دراجون وراي. انا رقيت فوق رقيت فوق قمت. راح يقلع الدراجون. راح الدراجون 420 ليفله زباله. بير كريستال هذا تعطي كريستال عشان تروص. ها اي بسف. تعال تعال ارق فوق ارق فوق. تعال مو ملاحق اتوقع. الا كل شوي يطلع احمر عليه. تعال اي امشي. ايوه 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 روح. طيرك في استامينا. اي ما في في يا ليل. في جريفن ليفل 40 قاعد يلاحق فات. يا ليل وين الفخ اصلا ضيعت. تعطي طقه. ايه للحقني ال 40 الحين. فخي بعيد والله طلع صح. ايه يا بيت مشكله جنب بعض. ايوه خليت الحقني خليت الحقني. ايه مين جاي انت عنده الحين؟ يب يب. ايه اطلق شوف كم يزيد على طول تروبر حق. او هذه اغراضك. والله يزود 3600 يا ساتر. والله جي جي. قول بناء طرقتين اخيره. اها ايش تولي؟ نجيتوا انتو. ما يمديني انزع عليهم كاميكاز. اللحم اللحم ايش كان يبا هو؟ يبغى راو براي ميت ولا ذا؟ اتوقع انه كان معي راو براي ميت حطيته بالغلط. معك لحم انت شيء؟ بروح اجيب لك. لا لا اي لحم اي لحم مو بلازم ذا. لا لا احسب بعطيك هذا الثاني. دقيقة. عندي انا الديناصور هنا في سدل بس ما ادري وين صار. اوكي اوكي لقيت راو ميت خلاص. والله ما عندي لو ذا. كم يحتاج؟ 26 يبغى لي وين ذا الثاني؟ والله بيتاخر مره لانه راميت عادي بس يلا. ياب عشان كذا ابغى اجيب لك الثانيه انا. دقيقه بس خلني بعطيك. اوكي امسك. شيل اللحم عطى ذا. اوكي هذا شيله هنا. هذا راميت يحتاج كم؟ يحتاج راو برايميت. لا اصبر سته. والله انواع اللحم اكثر شيء في الحياه كلها تتشابه. الحين بيتروض اسرع. ان شاء الله يعني. اوكي اخيرا تروض الجريفن. ما تشوفون والله يا الجوع هنا اعوذ بالله. الله يحفظني. حقي وش اونر مين؟ اونر مين علمني. خلاص افتح الباب. اح وش ذا وش ذا وش ذا اللي جاي وشو؟ لا ما عليك منه ما بسوي شيء. يلا افتح الباب. يلا افتح الباب اكسر. ما تقدر والله. زرفت صار حقي. ايه
بسم الله بسم الله بسم الله. الله 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 يلهيبه الله يلهيبه الهيبه روح. اهلين والله ليفل كويس 449. ايه 300 كان ليفل ماكس يا ابوي. يبغى لك عاد شو اسمه ذا؟ وشو؟ لفله. يب يب اني هاجم الحيوانات زي كذا. ياه. ما شاء الله الدمج حقه 400 من فوق ال 2000. ايوه 700. هلا بي. وش ايش قاعد تركز له؟ اصلا شو هذا؟ هلا هلا هلا. انزل بسم الله. واحد ثاني هاي. اجلد اجلد وشه. وريك فيه انا. اعطني اعطني مما اعطاك الله. وش ذا بريمن تشين صار؟ اوه هذا الرشاش هذا. بس انه ما في شيء. ولا له طلقات مخصصة؟ بنزين بس. لازم احط عليه ولا كيف؟ بس حطه في الانفنتري معك خلاص هو يستخدم منه. اوه والله شحن فول 100. اكسره بالمنشار بس صح؟ ايه لا اول شيء طق عادية ولا اي شيء بعدين اركب التيركس على طول عشان بيجونك. خله قريب خله قريب شوي. قرب 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 الخلية عشان ترى بيصير عندك بطيء شوي. جوع. روح طق طق وازبن على طول ازبن. ايوه طق 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 اي طق طق على طول طق طق. هلا بي هلا بي هلا بي هلا. اوه كلك الفيد. ايه انتبه شوف ذولي الدببه بعد يمديك عليه. على طول خليك طق خليك طق لين يخلصون. اعتقد انهم يخلصون لان الاصوات ما تخلص. ايه يخلصون عادي عادي. اكم تلقى بس بعيدين الحين انزل. اوكي. لا لا انزل بالمنشار. ايه كسر المنشار. إذا جاء أحد بعلمك أنا على طول أركب التيركس حقي كذا. هلا أبي. اسمع. جاك واحد أودي خليني بتفاهم معه. ناشب أنا ما أقدر أتحرك. وراك واحد اسبن 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 اسبن. ما أقدر ما أقدر. خاف أطقك أنت. يا ولد. ما أقدر أتحرك أبد. تو هيفي تو جمب. أراضي فل. إيه. جاتك واحدة ثانية. طقه 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 وراك وراك. لا لا ذبت الغاز عادي عادي خذ. ايه حط اللي اخذته في التيرك. اوكي العسل. ها لا هذا هنا هو نوعين بس صح؟ الجيانت بي هاني والساب. ايش بعد؟ البوليمر بعد تحتاجه ترى يعطيك بوليمر. وين البوليمر؟ جاك اللي لونه اخضر كذا. ايوه هذا والله 700 شوي تحتاجه ترى حطه حطه في التيرك ذا. الحين اكمل صح؟ اي شوف اللي سارك سارك في سارك خليات بعد هنا والله ذي كثيره. لا ابي الريوس. انت ترى في حفره هنا تطيحك ما ادري وين تطيحك بس تبغى تطيح فيها مره. ليش ما يلف ذا؟ شفت ولف بالكاميرا نفسها. ايوه هلا بها شوي بيشحن. يا ساتر عادي معطيك انا هذا تو هيفي تو جمب. كل شوي من شاء الله اصلا باقي فيه شوي فالحين خلاص اموت بس ونروح البيت. اي بس اطلع اول اطلع تعال هنا. اوكي. اشهد ان لا اله الا الله. يلا رسمي في البيت الحين. يا ربي لك الحمد والشكر. يلا الحين تعال عشان ضبطني بالبيت بس خلاص كذا تكون حلقة ريفليكس مو بحلقتي. هذا كرافتنج حق البيوت اللي اعطيتني. وفيه بعد اعطيك واحد ثاني وينه وينه. اوه هذا اللي حاطه انت. ايه خذ هذا. اوكي هذا اتوقع ان عندي واحد منه ولا ما ينحط هنا ليش؟ لازم فوق شيء. لا عادي ينحط. تو كلوز انمي فاونديشن اور جيت مدري. تعال هنا 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 الجهه هذه لانه قريب من مبناي الظاهر. اوكي انا بشيل المبناي معك ذي اللي انا ايه بعبيها. تبغى نفس البيت حقي ولا؟ لا غير كذا. شوف الحضاره الصينيه هذه اليابانيه الصينيه. طيب هذه وش انت حقت كل هذه على اليمين ولا على اليسار؟ لا اللي ورا هذه اللي عليها اسد. اوكي لازم احط دو ستون ودا الاشياء. اي لازم تحط له الستون الاشياء هذه. هذا فايبر بيت لك انا فايبر بعد صح. الظاهر ما كفى. شوف ادخل الظاهر المشكله ما يمدينا نشوفها. في زي الستراكشر الظاهر في ستراكشر عندك. اي اول واحد فوق اليمين. طيب هذا ادخل عليه في زي البيوت كذا جاهزه ولا اخر شيء يمين كذا مره تلقى في بيت كبير الظاهر. اي تمبل مدري ستراكشر مكتوب بعدها. اضغط عليه اختاره. ايه
اوكي سويته خلاص حطه تحت في الهوت بار بعدين تعال ابنه هنا ولا شيء في هدايا هنا صح اشيلها لك الله يفضل علشان ما تزعج تقول لك انمي ستراكشر ما ادري وشو انا شلت كم واحده شلت حقت لا شلت حقت عمر شلت حقت احمد باقي واحده بس اتوقع بس شلتها خلاص طيب احط هذا البيت هنا هذا الطريق عرفت هذا الطريق اللي عند الاصفر شوفه هذا الطريق دعستك تعال هنا 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 صرت مكان صرت الله هديك حطها هنا لا يعني. ايوه الو هلابي الو كنا بيت ذا وش بسوي انحشرت جوا علق عليها لين يمتلي الاحمر هذه يصير ازرق بعدين شل وينك يلا طلعت طلعت خلاص حط بسم الله على بركه الله يلا هذا هو البيت دخلت بيت قديم جوا انت اوكي اوكي كويس كويس بيتك القديم برا شوي خلاص نشبت فيه انا شفت بيتك هنا دخلت معه اي متصل مع بعض خل عاد هذه حركه مجيب. معماريه انا مسويها يلا سريرك شلون توصل يا حركه معماريه والله شوف اشيله بس واحطه من جديد ارجع شوي اي شيله وحطه يرجع شوي اوكي اسمع وانت حطه سوي سكرول سكرول خلع واحده على ورا سوي واحده على ورا عشان اشوف المكان ايه ايوه تشوف زين واحد خاف ينحشر اوكي بعد كذا توقع كذا خلاص ايوه اهلين ما في تشست لا مناسب جدا بيت جديد يلا تعال افتح افتح الهادي تعال تعال اصبر اصبر ما ادري ليش دخلت البيت بس اصبر وش ايوه افتح هذه افتح هذه في دور تلقاه دائري اي دائري الشكل اللي فيه حواف صح يبغى له ثاتش انا حاطين ثاتش صح سيمك خلص استخدمت انت شيء هذا كيك خلاص طلعيها دويت لي واحد ايوه راح ركبه هناك هلا بالبيت اتوقع انه زي بيت فارس صح؟ ياب هو نفسه ركبه هنا في الفتحه ذي الدائريه بسم الله وعلى بركه الله نبدا الله اسمع 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 حق تبعد حق حق ايه ساتر طيب بوريك شيء الحين بخليك تسوي شيء جديد هذه فنس صح؟ اللي اعطتني اياها اي فنس اي هذا فنس اي فنس فنس اي قفل فيه ايوه تسوي منها كثير تلقاها عندك في الانجرامز تدخل انجرامز بعدين تلقى مدري وش انشاوا امباير فنس تلقى ايوه اتعلمه تسوي منها كثير كم اسوي؟ حوط منطقتك يعني فيها فنس هذا اوكي لانه سوق انت فلازم تسوي الكميه كثيره تحطها جنبها ما تلزق هي برا واحده لا انت لازم تلزقها بنفسك لازم اشيل ذا الاشياء اللي هنا عندي بدي انظف منطقتي اصلا من زمان خذ 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 هذا خذ هذا معي قصدك ذاك اللي يشيل على طول رعف اركب بعدين طق لك يسار ويعطيك تدري وش يعطيك بعد يعطيك ناركوتيك يسوي لك الاشياء يا ساتر والله ينظف ايه بس مو بكذا عاد يعني خذ خذ طيب انت ما تبغاهم الحين ولا كذا بس عشان انظف منطقه كثير وش ذا انا راح اشوف وله لا اضغط على الرجل الرجل عادي اضغط على الرجل ايه يا ساتر رح مكان فيه اشجار كثيرة وعطى كليك يمين يا ساتر كيف شكلي عطى كليك يمين ولا شوف اي ايش ذا عطى كليك يسار عشان يشيل الجهة الثانية اوه توني باخذ لفة كاملة يشيل شجر يشيل والله ديم الله ثانك يو سو ماتش يو ويلكم خلنا نقوي السبيد حق ذا اي خلاص شيل المنطقة اللي حولك كلها يدمج حيوانات بعد كثير صح؟ اي بس مو بمرة دمج عادي يعني شكرا قتلتني اما اي عادي عادي انا رسمي في البيت اهلين فهو قلت اضغط كليك يسار يمين طيب الى هنا وصلنا نهاية المقطع شكرا لكم جميعا على المشاهدة وان شاء الله ان الحلقة صارت يعني صح اني ما شلت هذا البيت للحين بس بانقل اغراضي وبشوف نظام البوكسات وذي الاشياء ويبغى لي اتعلم مرة كثير حاليا تعلمنا اشياء بسيطة كذا فشكرا لكم على المشاهدة ونراكم على خير وان شاء الله ان عجبكم المقطع ولا تنسون اللايك والاشتراك في القناة عشان ننزل ارك اكثر وشكرا الجدد حقين ارك شكرا لكم انكم متفهمين اني قاعد ابدا حبه حبه وزي كذا ان شاء الله في الحلقه الجايه راح اسكر السور كامل بيتي بيصير كل حيوانات وكل اشياء زي كذا يبغى لي اسوي مثل هذا السور اللي معي الفنس هذا يبغى لي اسوي مره كثير
فالحلقة الجاية إن شاء الله ورا كواليس راح أسوي هذا الشيء إني أسكر المنطقة كاملة. فالحلقة الجاية إن شاء الله بزوج الركسات اللي عندنا ونحاول إن نجيب الجيجا اللي زي اللي عندي بس في ميل اللي هو الأنثى. شكرا لكم على المشاهدة، أدري طولت عليكم، أشوفكم على خير، سلام.